150 165. الدرهم ده عندك يا خمسة بط موسى ها؟ خلاص اعمل بتاعتك ويسكي. شكرا على كده. ايوه انا هتدور اكاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه اتم الصلاة واتم التسليم. انت بتعمل الأبلة عشان تمشي، هتمشي الأول؟ أبيض فرد جيوب 14.5، أبيض فرد جيوب 14.5، أهو، أبيض فرد جيوب 14.5، أهو، قاعد أراقبك أما أشوف هتعمل إيه، أهو، لا يا عم، لا أعمل قبل الأبلة، طب هي الكرتونة دي عاملها للأبلة دي تتعمل راجل إيه؟ بلدي 7 جنيه، بلدي 7 جنيه اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. فيومي 7 جنيه، 8.5 فيومي، بيور 8.5، 8.5 جنيه فيومي. اول بيور ضيوفي برابر، ضيوفي برابر وابلد وكاسو 11 جنيه، كاسو 11 جنيه. 13 جنيه الساس وابيض 13.5، 13.5، 13.5. الف راخ البادة ابيض ب 13 جنيه ونص يا عم، 13 ونص يا خال، 13 ونص يا بوي. صلي على الرسول تنجح على طول. فيومي وصل اول عشان راجل الناس 30 جنيه، 30 جنيه الروم الاسمر واللوم الابيض جاي في الطريق ب 150، 130 جنيه. بط بيور الماني، البطه بتيجي في ام كام كام؟ بتيجي في شهرين وبتجيب 4 كيلو. هات لي يا اخي 4. بط بيور الماني من المانيا. وبط فرنسا ومحمد محمد رمضان احمد صح قاعد اولي بيعمل شاي ومزاجه رايق ولا بط فرنساوي ب 15 جنيه، ب 15 جنيه البط الفرنساوي اهو، يبقى فرنساوي 15، مشرك ومولر ب 33 جنيه، 33 جنيه ب 50 جنيه ولا 50 واحد. السمان ب 7.5، السمان ب 7 جنيه ونص اهو، السمان ب 7 جنيه ونص. السمان، السمان مقطوع من الاكل يا خاشتي ب 7 جنيه ونص، ب 7 جنيه ونص. كل يا كل 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 يا سمان، كل يا سمان، انت غلبان، كل كل العلف غالي، انت ضعت للسمان ب 7 جنيه ونص. السمان عمر 20 يوم اهو، عمر 20 يوم، عمر 20 يوم. شوفوا بقى دي، دي كانت سمانه يا جماعه، اللي بتجري دي كانت سمانه، كانت سمانه بس ايه كبرت مره واحده فجاه كده مش عارف ايه. لسه هنوديها المعمل الجنائي. يبقى السمانه ب 7 جنيه ونص.
تعال اشرب شاي. تعمل لي كوبايه يا ابني. ايه ماشي. بط مشرك ومرر ب 33 جنيه. 33 جنيه هاي، 33 جنيه المشرك والمولر. فرصة اليوم ولا كل يوم يا صبية؟ ايه مشرك ومولر اهو ما شاء الله موجود اهو. 33 جنيه المشكوفي بس اللي ناقص النار ما شاء الله. كل حاجة، روم ابيض، روم اسمر، روم اخضر، روم احمر، وجميع انواع البط ما عدا المشكوف كله موجود بفضل الله. لا تلف ولا تحتار، اطلع على التوحيد اللي بتضرب على طول نار. يلا يا وشغل، والله شغل دمار وبيرضي ربك الواحد القهار. شاعر، انا شاعر، هي كذا من كذا شاعر. صلى على المصطفى المختار، وحد الواحد القهار، تكسب بالليل وبالنهار ما شاء الله تعالى. بسم الله ما شاء الله. المكان الجمالية ده أهلية طريق مصر الجديدة بجوار السلخان أمام مدخل حي البستان. الجمالية ده أهلية طريق مصر الجديدة بجوار السلخان أمام مدخل حي البستان. اسأل على التوحيد. والفرع التاني المنزلة، المنزلة ده أهلية أول شارع فرن أم أميرة، متفرع من شارع الرياح، متفرع من شارع الرياح. اسال على التوحيد واسال على على تبارك. ايوه تبارك مصر الجديده. مصر الجديده ارزاق على الله يا ابني، والله الارزاق على الله. مصر العنوان ده اسمه ايه؟ العنوان ده اسمه ايه؟ مصر الجديده. بس كده؟ يعني مصر الجديده راح اجيبها كبير. بعد عندي جامع كبير على طول. اسال على الحاج تبارك، على الحاج محمد ابو فتاح. ما شاء الله 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 ما شاء الله. بنوك ايه ما شاء الله، كل حاجه موجوده. الروم الابيض جاهز في الطريق، وما يجي هشتغل لكم عليه بس برضه ان شاء الله، لما يجي اعمل لكم عليه بس. يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيوة.